يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم قول الزائر زارتها البركة؟ من باب يعني الثناء على الزائر تشجيعه على الزيارة، على بأس بذلك. ما قال لكن ما يقول تباركت علينا أو تبارك علينا بجيد، هذا لا يجوز. أما زارتنا البركة يعني جاءتنا البركة بسببك، فهذا من باب التفاؤل والتشجيع. نعم، الله قد تزور البركة وقد يزور الفشل مع بعض الناس، فلا لازم هذا. نعم.